السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع الماضي طرقنا عن موضوع مهم وحديث الساعة، وكان في تواصل ونقاشات مع بعض الزملاء حول موضوع السياسة والرياضة نظرا للوضع الراهن والحرب الموجودة حاليا بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي التداعيات التي تمت بعد ذلك جراء اجتياح روسيا لأوكرانيا والتصدي من قبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد لتقليم أظافر روسيا نتيجة لهذا الاجتياح، والعقوبات التي تمت خلال الفترة الماضية في قطاعات عدة من ضمنها الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية، وكذلك في مجال الطاقة وغيرها من القطاعات. ما يهمنا هنا مدى تأثير القطاع الرياضي بالوضع الراهن. الوضع الراهن سيء بالنسبة للرياضة الروسية، وأعتقد أن هذا الوضع سوف يستمر يمكن ما لا يقل عن 3 أشهر إلى عام، ومن الممكن أن أيضا يستمر إذا ما تم توقيع معاهدة اتفاق نهائية إلى أكثر من عام وعامين وثلاثة على المدى القادم. إقحام الرياضة في السياسة لم يكن وليد الصدفة، واستثماره يمكن كقطاع مهم بالنسبة لقطاعات المجتمع لم يتم ولن يتم بمحض الصدفة. وكيف استخدمت الرياضة في يمكن تهدئة بعض الأوضاع أو الضغط على الدول أو المعسكرات السياسية في تلك الفترة؟ نتحدث عن سياسة البينج بونج أو التيبل تنس أو تنس الطاولة، عندما فكت الصين الشعبية في تلك الفترة الحصار الاقتصادي عن طريق بداية لفتح آفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لتجميد العلاقات لمدة طويلة، يمكن في تلك الفترة 22 عام. في عام 71 عندما نظمت اليابان بطولة تنس الطاولة العالمية، وكان ذلك عام 1971، وكان أول لقاء بين لاعب صيني مقابل لاعب أمريكي في تلك الفترة، وتلاها كذلك دعوة الفريق الأمريكي لزيارة الصين، وتمت هذه الزيارة، واستقبل رئيس الوزراء الصيني في تلك الفترة المنتخب الأمريكي وقال شو إن في بكين: لقد فتحتم فصلا جديدا في علاقات الشعبين الأمريكي والصيني، بمعنى أن كانت إشارة ومؤشر طبيعي لفك الحصار وبالتالي عودة العلاقات إلى طبيعتها فيما بعد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وهذه كانت من يعني من الأحداث التي درست وتدرس حتى اليوم في الدبلوماسية في كيفية استخدام الرياضة كقوة ناعمة. نتحدث أيضا عن قضية المنتخب الإيراني للمصارعة وتواجده مع نظيره الأمريكي ودعوة الإيرانيين للفريق الأمريكي، وأيضا وتلك الفترة كانت فترة حرجة بالنسبة للعلاقات الإيرانية الأمريكية أيضا، لكن تم تجاوزها لأهداف يمكن تكون اقتصادية وسياسية نتيجة للأحداث التي تمت بعد الثورة الإيرانية في عام 1979 وغيرها من الأحداث. لو تحدثنا عن الجانب الاقتصادي وتداعيات أيضا اليوم الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الروسي نتيجة لمقاطعة معظم الشركات المتخصصة، مثل ما قلنا راح نتحدث بصورة أدق اليوم عن موضوع تأثير الأندية والمنتخبات والرعايات التي موجودة في بعض الشركات لدى الاتحادات الوطنية الروسية وكذلك الأندية الروسية. نتحدث عن الخسائر، يمكن الخسائر الموجودة اليوم حتى هذا اليوم أكثر من 200 مليون دولار فقط نتيجة
وقف معظم الشركات الأجنبية الغربية بين قوسين طبعا الرعايات التي كانت قد وقعت مع المنتخبات والاتحادات والأندية الروسية، منها شركات عالمية مثل أديداس وبوما ونايكي، ولن تكون هذه المنتجات ولا الرعايات يمكن حاضرة في الرياضة الروسية، بالإضافة طبعا إلى شركة بيبسي كولا ونيسان وليز وبيك الراعية لنادي زينت سانت بيترسبرغ، وشركة هايونداي الكورية وجوما الأسبانية الراعية لنادي العاصمة سيسكا موسكو. يعني تقريبا أكثر يعني أو في حدود $200 مليون تصرف على الرياضات المحلية في روسيا سنويا، سوف تتضرر بسبب حجم الانسحابات اللي فرضها الواقع الجديد للرياضة الروسية. طبعا هذا حتى الآن، لكن الخسائر أخرى سوف تأتي نتيجة لعدم المشاركة في بطولات أوروبا وتجميد عضوية روسيا في الاتحادات الدولية، وهناك أيضا عقود موقعة من طرف الروس للمشاركات سوف تنتهي، وسوف يعني أتوقع أن خلال 3 أشهر القادمة في الأول تقييم لتداعيات الحرب سوف نرى أو تظهر الرياضة كقيمة من ضمن هذه القيم الاقتصادية المؤثرة على روسيا. طبعا ناهيك عن بعض القرارات التي تمت استبعاد روسيا من بعض المنظمات الرياضية، سحب الحزام الأسود للرئيس بوتين في الممنوح له من قبل الاتحاد الدولي للتايكوندو، وغيرها من الأحداث الكبيرة سوف نرى. ولا نتمنى طبعا أن تقحم الرياضة أكثر من ذلك في موضوع السياسة والحرب، ولكن هو الواقع يفرض ذلك، والتوجهات في الحقيقة للمنظمات الدولية وعلاقتها بالسياسة من خلال الرؤساء كرؤساء الاتحادات أو رؤساء المنظمات الدولية الذين لهم مصالح كبيرة في مثل هذه الأحداث، لأنها تعطي مساحة للحركة وبالتالي تعطي بالنسبة لهم كسب مساحات أكبر في علاقات الدول مع هذه المنظمات، سواء كانت أعضاء لمجلس الإدارة أو رؤساء لهذه المنظمات. نتمنى أن تزول وأن تتوقف الحرب في أقرب فرصة ممكنة لكي لا نخسر روسيا كدولة عظمى على الساحة الرياضية الدولية. شكرا لكم وإلى اللقاء.